صباحكم نور أعزائنا متابعينا على صفحتنا نورسات جوردان وعلى نورسات وتلفزيون تيلي لومير. منصبح عليكم فردا فردا ومنتمنى لكم يا رب نهار سعيد مبارك. وقبل ما نبلش حلقتنا نبدأ بالصلاة ومن ثم ننطلق بموجز لأخبارنا لهذا الأسبوع وأيضا نشاطاتنا والنشاطات القادمة بإذن الله. أبونا صباحك نور. صباحك نور دكتور. نعطي البركة ومن ثم ننطلق. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اللهم يا من لا تريد موت الخاطئ لكن تريد أن يتوب فيحيا، نصلي اليوم لكل منا أن يمنحنا الله الشفاء من جروح خطايانا ويعيد لنا ويفعل بنا نعمة الروح القدس مع جميعنا آمين. آمين يا رب. وإن شاء الله يا ربي الرحمة والتوبة أبونا تلقى هذه المعاني الجميلة في إيماننا. أمين. المسيحي بحلقتنا اليوم يلقى القبول وليس أيضا الإيمان في هذه الأسرار المقدسة. فإن شاء الله عبر اتصالات الأباء الكهنة ضيوفنا لهذه الحلقة الأب الدكتور فارس خليفات المخلصي، وهو أول راهب أردني في الرهبنة المخلصية بلبنان ورئيس الأكليريكية المخلصية ورئيس دير المخلص الثانوية في صيدا، وعندنا كمان أيضا الأب نايف سمعان من الجمعية البولسية وهو أيضا مرنم جميل الصوت. جميل الصوت. ممكن يعطينا هيك ترنيمة خلال الحلقة. في عنا أيضا تقرير 175 سنة على تأسيس البطركية اللاتينية، فرح يعرضوا الشباب لاحقا. وصديق نورسات الدائم الأب فرح حجازين، يعني هذا الصديق الدائم أبونا ما بتمشي السفينة بدونه. أكيد. فبداية قبل ما نبلش حلقتنا في العنوان لهذه الحلقة سر التوبة والاعتراف. سر التوبة والاعتراف مثل ما ذكرنا الأسبوع الماضي عن كيف نعيش السلام، السلام الداخلي، وحكينا أنه أهم بنود أو أهم أركان أني أشعر أو أعيش السلام أنه الإيمان. فبعد إيماننا بالرب يسوع المسيح بكتبه أنبيائه برسله وما جاء من تعليم، عنا كان البند الآخر أو المحور الآخر اللي هو الاعتراف والتوبة. فنحن حكينا لكم تباعا رح نعرج على هاي الأركان ونحكيها نقطة نقطة ونفسرها نقطة نقطة. موضوع التوبة والاعتراف يعني موضوع شائك وطويل، والإنسان المؤمن يؤمن بكل شيء ويطيع التعاليم، لكن بهذا السر بضل عنده هذا التخوف. بس قبل ما نحكي في هذا السر ونستعرض آراء أبائنا الكهنة، بحب أني أستعرض نشاطات هذا الأسبوع. كانت الآن عندنا قداس بمناسبة عيد النبي إيليا الغيور من كنيسة النبي إيليا والقديسة بربارة في منطقة أبو نصير. فالآن القداس لايف على صفحتنا على نورسات، فاللي بيحب المتابعة حسب تقويم الكنيسة الأرثوذكسية. نعم، لأنه احنا احتفلنا في قبل أسبوعين. نعم. فعندنا هذا القداس، وأيضا هناك الصيف وبنشاطاته في مخيماته الكشفية، فهناك أيضا مخيم لكشافة مرشدات مطرانية الروم الكاثوليك أم السماء، المخيم الصيفي السنوي يسوع بحبنا. فنشكر الكشاف وبقيادة القائد طارق مسلم، يعطيكم العافية شباب. وأيضا هناك بنحكي للأخ لهيب حنحن الذي رسم شماسا إنجيليا باسم نيكيفوروس الأبرص، وطبعا سامه صاحب السيادة المطران خريستوفوروس بمشاركة المتروبوليت فنديكتوس. منقول له ألف ألف مبروك خدمتك ورسالتك عم ذبح الرب. وأيضا هناك أخبارنا في نصرة الأردن في أسبوع نشرناها تباعا،
وهناك يوم يصادف كان 1/8 أمس يوم الفلر الكشفي العالمي، الفلر اللي بيضعوه الشباب على صدورهم باحتفالاتهم اللي هو الرمزية تبعتهم، فبيصادف كان 1/8، فمنقول لهم كل عام وانتم بخير، ومنقول كشافة الكشاف الكنائس المختلفة ربنا يعطيكم القوة والصحة في خدمة كنائس الرب. وهناك أيضا أخبار متنوعة، هناك مخيم أيضا بتنظيم رهبات الفرنسيسكانيات بتاريخ 4/8 ل 6/8 يوم الخميس بعنوان نحن شهود الملكوت، فهو مخيم للأطفال العراقيين مثل ما حكت لي سير سناء، وهو بتمويل ودعم من البعثة البابوية وتنظيم الرهبات الفرنسيسكانيات. وأيضا هناك رياضة روحية بالخميس يوم الخميس 18/8 للي بحب يشترك فيها، موجود الإعلان على صفحتنا وممكن تتواصلوا مع الأخت سناء سماوي، رياضة روحية صامتة مع الأب مراد أبو سيف اليسوعي. وأيضا هناك أخبار متنوعة اللي هي هناك قداديس وداعية للكهنة اللي انتقلوا إن كان إلى رعاية أخرى أو إلى الدراسة لروما، عندنا أبونا مروان حسان والأب وجدي طوال، أبونا مروان رايح للدراسة وأبونا وجدي طوال ذاهب إلى رعية أخرى. وأيضا هناك كان وداع أبونا أنطوني هرمات راعي كنيسة الصويفية، كنيسة العذراء الناصرية في الصويفية، كان هناك وداع وجدا كان مؤثر هذا الوداع من الرعية ومن مجلس الرعية لأبونا اللي سافر على أبروس لإنشاء رعية هناك الأبرشية اللاتين، وجاء مكانه لأبونا أنطون هرمات الأب الدكتور حنا كلداني، فبنطلب السلامة والتوفيق لأبونا أنطون وأيضا التوفيق في العطاء المتميز لأبونا حنا كلداني، فبنقول لهم يعطيهم العافية الكهنة. وصعب كتير التنقلات خاصة بعد مدة من التعود ومدة من الخدمة في الرعية انه ينتقل إليها، فبتلاقي التأثر من أكيد. الكهنة ومجالس الرعية، فأيضا كان هناك في تنقلات للراهبات، راهبة سير كارولين بدر انتقلت لشميساني، سير ليليا النمري انتقلت لمدرسة راهبات الوردية أيضا بشميساني، سير كلارا المعشر انتقلت لمرج الحمام، مين في كمان رهبات أبونا؟ سير سيسيل حجازي قندح، سير ميري جبيها. نعم سير ميري بيير قندح لجبل عمان رجعت جبل عمان. فطبعا هن تنقلاتها مش معلنة يعني واحد واحد يعني الواحد يقدر، فكشفنا الأسرار ففي تنقلات لرهبات الوردية أيضا على غرار الكهنة، فنطلب التوفيق للجميع أينما وجدوا، وهذه رسالة مميزة إن كانت للرهبنة أو للكهنوت، يعطيهم العافية وربنا يوفقهم في خدمتهم دائما وأبدا. وأيضا كان هناك عزاء للمطران دحو في كنيسة السريان الأرثوذكس، وتعيين جديد ليس تعيينا وإنما مدبرا لحين هناك يكون في انتخاب، فيعطيهم العافية الشباب. هذا استعراض هيك موجز، بتقدروا إنكم تشوفوا التفاصيل على صفحتنا على نورسات جوردان على فيسبوك. أما بالنسبة لحلقتنا لهذا اليوم اللي هي عنوانها التوبة، وإحنا مثل ما خبرناكم نعيش السلام في التوبة والاعتراف حتى نصبح دعاة سلام، حتى نشعر بالسلام الداخلي لابد من التوبة والاعتراف. كتير منا عند كرسي الاعتراف بترددوا، بيصلوا بيآمنوا، لكن الجلوس
أو السجود أو الركوع عند كرسي الاعتراف والإنسان يعترف على خطأه بيكون كتير كتير صعب عليه، إنه يقعد قدام الكاهن ويقول له أنا عملت وأنا سويت وأنا أخطأت وأنا كذا، بيشعر بالحرج، بيشعر بالخجل من خطاياه يحكيها قدام الخوري. بيقول لك خلص أنا بعترف بيني وبين الله، وبيأمن بهاي الاشياء، اني انا بعترف بيني وبين الله، انا بصطفل بيني وبين الله. طبعا هذا الشيء بيريحه لانه لا يكشف خطأه ولا يكشف ضعفه. الانسان الخاطئ وانسان روحيا ضعيف بيكون، حتى لو بيكون جسديا قوي وشخصية قوية، لكن بيكون عند الخطيئة ضعيف. فكيف بالاحرى المكوث في النهاية امام العرش الالهي وأنت محمل بهذه الخطايا؟ وإذا بدك تقول لي أنه أنا بيني وبين ربي، لماذا قال السيد المسيح من غفرتم الخطايام تغفر لهم ومن أمسكتم عليه الغفران يمسك عليهم؟ لمين قال هذا الحكي لما قال اذهبوا وتلمذوا واغفروا الخطايا للناس؟ لمين قال هذا الكلام؟ يعني احنا بناخذ كلام يسوع منطبق شيء ومنغيب شيء تاني حسب راحتنا. لكن اليوم في ناس كتير عم بيحضرونا على نورسات بدهم يقتنعوا بموضوع الاعتراف. ليه اعترف للخوري؟ ومين هو الخوري؟ انسان هذا بشري خاطئ مثلي مثله، اعترف له. شو بده يفيدني سر الاعتراف؟ وانا اعترفت كتير قدام الكهنة لكن ما استفدت، ما حسيت في تغيير جذري بداخلي. فرح نسمع من ابائنا الكهنة عن هذا الموضوع. ابونا اذا بتحب تعلق قبل ما نتصل مع ابونا فرح حجازين. انا بوجهة نظري المتواضعة يعني بحكي قبل الوصول الى كرسي الاعتراف لابد الاعتراف امام الذات والندامة الحقيقية على الأشياء الخطأ اللي عملتها، يكون عندي شجاعة الاعتراف فيها بيني وبين نفسي أني أخطأت. لأنه مرات كثيرة كل العالم تحكي لي أنك أنت غلطان، وأنا بيني وبين نفسي تمرست في عمل الخطأ فأصبح جزء من شخصيتي، أنا هيك بصير. هاي كلمة أنا هيك هي فعل خطية بذاتها، أنك تمنع ربنا يجدد في حياتك ويبدل بسلوكياتك. أنا طبعي هيك، هاي الكلمة مش مسيحية، أنا طبعي هيك. يعني بدك أول شيء تبدل من طبعك، تكون لين بإيدين ربنا، بليده هيك يشكل ويعجن هو، نكون الصلصال الحي بين إيدين ربنا تيقدر يشتغل فينا. فعلا أعترف بخطاياي بيني وبين نفسي. وكمان دائما بسر الاعتراف المسيحي في تكفير عن الخطأ اللي عملته. ما بكفي أنا أجي أقول لهم أنا عملت 1 2 3، لما أنت بدك تكفر عن غلطك مع الأشخاص اللي أنت أخطأت بحقهم، الأشخاص اللي أنت أسأت لهم، بدك تعوض الفعل في فعل حقيقي ونية صالحة للتوبة. يعني إذا ليش بنحكي سر الاعتراف والتوبة المصالحة؟ يعني اعتراف لحاله بدون توبة بدون ندامة ما استفدنا. يعني بكون كأني قاعد بعمل جردة حساب، يعني بس قاعد بطلع إيش أنا خبصت بحياتي، إيش عملت، ودي أضل هنا واقف طبعاً. إذا حل نصف أي مشكلة هو تحديد ماهية المشكلة، يعني أعرف شو المشكلة. لأن مرات كثير مشاعرنا مضطربة، بتكون بنكون حاسين في خمول روحي وكسل، حتى الكنيسة ما بدنا نوصلها، فبدي أعرف شو السبب بهيك. لما بحدد المشكلة هيك حليت نصها على ضوءها. إذا لا يكفي أن أبقى في مكاني معترفا في خطيئتي، لابد أن التكفير عنها بالندامة والتوبة الحقيقية. نعم نعم. معنا اتصال أبونا فرح حجازين. صباحك نور أبونا. صباح الأنوار بأهل النور. إن شاء الله اليوم بصحة كويسة و... الحمد لله الأمور تمام الحمد لله. صباحك نور يا أبونا الحبيب. أبونا المستمعين الآن طبعا كلهم أذان صاغي للاستماع لك وأنت الكروز الكبير في خصوص التوبة والاعتراف. فلماذا نعترف وأهمية التوبة والاعتراف ومن أين جاء أنه نعترف أبونا؟ فتفضل معك الحديث. شكرا شكرا وربنا يقدرنا نعطي كلمته كما هي لخير وخلاص النفوس. نعالج هذا الموضوع ضمن النقاط التالية. النقطة الأولى، السيد المسيح ومغفرة الخطايا. لم يكتفي السيد المسيح بالدعوة إلى التوبة واستقبال الخطأ، لكنه أعطى لنفسه السلطة والصلاحية لمغفرة الخطايا. فها هو في قصة شفاء البخلع يقول للمقعد: ثق يا بني، مغفورة لك خطاياك. حينئذ قال للمقعد: قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك.
هذه المرحلة الأولى التي أثبت فيها السيد المسيح أنه عنده سلطة حل الخطايا. في المرحلة الثانية يسوع يعد أن يعطي هذه السلطة لتلاميذه بقوله لبطرس: سأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، وما ربطت في الأرض ربط في السماوات، وكل ما تحل على الأرض يكون محلولا في السماوات. وفي المرحلة الثالثة يسوع يحقق وعده ويعطي سلطة الحل والرب، أي سلطة مغفرة الخطايا، يعطيها إلى تلاميذه بعد قيامته بقوله لهم: خذوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم، ومن أمسكتم عليهم الغفران يمسك عليهم. النقطة الثانية: لماذا نقول سر التوبة أو سر المصالحة بدلا من سر الاعتراف؟ لأن التسمية القديمة سر الاعتراف تركز على ناحية واحدة من السر، ألا وهو الإقرار بالخطايا، وبذلك جرد السر من أهم عناصره. وما هذا إلا مرحلة من مراحل خمس أخرى تضاهيها في الأهمية. سر التوبة والمصالحة هو اللقاء بين عمل الله الخلاصي الذي يريد خلاص جميع البشر، وخطوة التائب الجادة في البحث عن خلاصه وحريته وسعادته. النقطة الثالثة، وهذه هي مراحل سر التوبة الخمس: أولا فحص الضمير ووقوف الإنسان أمام ذاته وأمام الله بصدق وشجاعة. نفحص ضميرنا في ضوء كلمة الرب على أفكارنا وأقوالنا وأعمالنا، وقراءة حياتنا على ضوء حياة المسيح وإنجيله المقدس، حتى نرى إذا كنا نسير على المسار الصحيح. ثانيا الندامة هي الخطوة الثانية بعد فحص الضمير، ويجب أن تسبق الإقرار بالخطايا، ولا يكفي تلاوة فعل الندامة كالببغاء. فالندامة ليست قولا بل عملا وموقفا، فلا مصالحة بدون ندامة. الندامة هي القصد في عدم الرجوع إلى الخطيئة. قال يسوع للمرأة الخاطئة: اذهبي ولا تعودي إلى الخطيئة. النقطة الثالثة الإقرار بالخطايا. الإقرار بالخطايا هو التعبير الخارجي عن الندامة الداخلية. قال الإبن الشاطر لأبيه: قد خطئت للسماء وإليك، إذا علينا أن نقر بجميع خطايانا الكبيرة والصغيرة بدون أي خدعة، لأنه بإمكان الإنسان أن يخدع الكاهن لكنه لا يخدع الله الذي لا يغش ولا يغش. رابعا القانون ليس القانون قصاصا، بل هو تعبير عن صدق التائب في إصلاح ذاته وتغيير حياته. القانون هو التذكير بضرورة واجب القيام في أعمال التوبة. وفي المرحلة الخامسة من شروط الاعتراف الحلة التي يتلفظ بها الكاهن، وهي صدى كلمات المسيح: مغفورة لك خطاياك. الحلة ليست آلة تعمل أوتوماتيكية بمجرد سرد الخطايا. الحلة هي لحظة اللقاء الحميم بين الابن الشاطر وأبيه. هكذا يفرح الله بتوبة خاطئ واحد يتوب. النقطة الرابعة في حديثنا: هل المصالحة عمل رباني أم عمل بشري في قلب الإنسان؟ لماذا نفضل أن نستعمل كلمة المصالحة على كلمة توبة؟ عندما نقول توبة نتكلم عن شخص واحد يتوب، يعني يغير مجرى حياته. وعندما نتكلم عن المصالحة إنما نعني بشخصين: من جهة الخاطئ يعود إلى الله، ومن جهة ثانية الله يتجه نحو الإنسان لكي يمنحه الغفران. الخطيئة حطمت العلاقة الجيدة بين الله والإنسان، وتمت المصالحة على يد السيد المسيح واصل سر المصالحة: إن الله صالح العالم في المسيح ولم يحاسبهم على زلاتهم. إذا كانت الخطوة الأولى هي من الله، فالخطوة الثانية الجوابية لا تقل أهمية من الأولى، هي من الإنسان. فالمصالحة إذن من جهة عطية من الله، نعمة من الله، وعمل شخصي يعترف به الإنسان بذنوبه وبقرار شخصي واع يتوب أن يغير مجرى حياته ويتجه نحو الله. أقوم وأمضي إلى أبي وأقول له: يا أبتي إني قد خطيت إلى السماء وإليك. النقطة الخامسة والأخيرة جواب على اعتراض مهم: لماذا يجب أن أعترف إلى الكاهن وليس إلى الله مباشرة؟ هل الكاهن أفضل مني؟ أو هل هو إله ليغفر الخطايا؟ نجيب بما يلي: أولا يجب أن نعترف كما يريد منا السيد المسيح أن نعترف، وليس كما نحن نريد
ونحن نعلم أن السيد المسيح قد أراد لنا أن نعترف ليس له مباشرة بل للسلطة الكنسية المخولة منه بقوله للرسل وأتباعه خذوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم، ومن أمسكتم عليهم الغفران يمسك عليهم. الجواب الثاني، لماذا نخبر بأن المسيح قد أعطى سلطته الإلهية من طرد الشياطين والشفاء المرضى والتكلم بالألسن ونرفض إمكانية إعطاء السلطة الإلهية لمغفرة الخطايا؟ الجواب الثالث، لماذا نقبل سلطة الكنيسة في منح جميع الأسفار ولا نحتج فنذهب للكنيسة للعمات والزواج والتسليم ونرفض صلاحية الكنيسة في غفران الخطايا؟ الجواب الرابع، عندما نذهب للكاهن لقبول سر التوبة هذا لا يعني أن الكاهن هو أفضل مني بل لأنه هو المخول من السيد المسيح لمنح هذا السر الذي قال له يسوع خذ الروح القدس من غفرتهم خطاياهم تغفر لهم. والجواب الخامس والأخير، هناك أسباب كثيرة تدفعنا إلى الاعتراف إلى الكاهن، منها التواضع وثانيا قبول النصائح الضرورية. أضف إلى ذلك أن قبول سر التوبة والمصالحة ليس فقط يغفر الخطايا بل أيضا يقوي الإرادة بنعمة وقائية للمستقبل. أنهي كلمتي بدعوتكم على لسان القديس بولس لقبول سر المصالحة بقوله أسألكم باسم المسيح أن تصالحوا مع الله، ومع كلمة الابن الشاطر التائب بقوله أقوم وأمضي إلى أبي وأقول له يا أبتي قد خطيت إلى السماء وإليك. آمين. آمين يا رب. شكرا يا أبونا على هذا الإيجاز والتوضيح يعني الشامل، فشكرا لإلك لوقتك وكلامك، وصباحك نور يا رب. إن شاء الله بكون لفائدة وخلاص النفوس إن شاء الله يا رب. آمين. إن شاء الله. آمين. أهلا فيك. أهلين فيك. هلا إذا أبونا بدنا نحلل المجتمع الشرقي، الموضوع الخجل عنا نحن خاصة في المجتمعات الشرقية وخاصة في القرى. نعم. والأرياف، إنه الخطيئة بالنسبة لهم يعترفوا فيها يعني مخجل. هذه الزلات إشي مخجل. نعم. وخاصة أمام الكاهن، فبيفكروا إنه الكاهن رح يفشي هاي الأسرار أو يأخذ عنهم فكرة موقف. خاطئة. نعم. وموقف خاصة مثلا في الوعظات، مثلا بيكون الكاهن بيوعظ بموضوع الكذب، فبيحكي على بالوعظة على بالقداس عن الكذب وهيك، بصير كل واحد اعترف لأبونا عن انه هو كذب او شيء، بقول لك هذا موجه الرسالة او هذا عم بفشي اسراري، ابونا عم بيحكي عن كذب، تاني مرة ما بدي احكي له عن هاي، بيكون انه هي مناسبة انحكت فيها عن هذا الخطيئة او هذا الفعل، وليس انه عم بيحكي او بفشي اسرار. فهن الناس يعني بطبعهم البساطة والخجل انه تفشى اسرارهم وتتغير نظرة الكاهن امام هذا الشخص، يعني لإله بقلل احترامه الى اخره. كان بالزمانات ابونا كراسي الاعتراف، يعني انا كنت في افلام قديمة كنا نشوفها، كرسي الاعتراف ما كان مكشوف للناس، يعني الكاهن ما بيشوف مين وراء هذا الحجاب. صحيح. او هذا الحاجز، مين هذا الشخص. نعم. فكان في نوع من الخصوصية انه الكاهن بيسمع ويعطي الحل لكن ما بيعرف بدون ما يشوف مين هذا الشخص. الان صارت كراسي الاعتراف مفتوحة، يعني وهذا بعتقد سبب من الاسباب انه مؤمنين بسر الاعتراف، لكن سبب من الاسباب الخجل وعدم المثل امام الكاهن ويكشف الشخص يعني شخصيته. فنرجع. نعم. للزمانات، ليش ما ترجع الكنائس للزمن القديم ويعملوا هذا الحجز موجود. انه ما يشوف موجود الكاهن. يعني في هيك وهيك للاسف زي ما حكيت حضرتك، يعني مش كل الكنائس مغلق، بس اجمالا يعني بالفرير مغلق مثلا، بالمطرانيه مجمع جبر عندنا مغلق، بصويفيه مغلق، بس مش كل الكنائس مغلق لانه في ناس ما بيميزوا احيانا بين الاسترشاد وبين الاعتراف. الاعتراف تأخذ من الحلة تغفر خطاياك، بس الاسترشاد هي بس نقاش بينك وبين الكاهن. هلا موضوع الخجل أنا بحله، بشجعهم على الاعتراف، بحكي لهم ما تعطوني الديتيلز الأسماء والأشخاص احكوا لي بالعموميات إنه أنت عندك في هاي الخطية كانت بهذا الاتجاه معين، بدون ما تقول لي اسم الشخص اللي غلطت معه ولا تعطيني، ما بهم الكاهن هاي التفاصيل.
حفاظا على خصوصيتك اذا بدك, وحفاظا على وقت الكاهن, يعني بدل ما بفوتوا بيحكي قصه حياته. يعني خصوصا انه في ناس بيقول لي انا اول مره بعترف, او في ناس من 10 سنين ما اعترف. فهي هيك انه ما نعطيه التفاصيل. هو المبدا انه الكاهن الاعتراف امامه يساعدك على انك ما تغلط مره ثانيه. بالضبط. معنا اتصال شباب. دكتور جلال فخوري, صباحك نور دكتور. صباح الخير, كيف حالك؟ الحمد لله. صباحك نور يا دكتورنا. تفضل دكتور. عندنا موضوعنا سر الاعتراف والتوبة. نعم نعم. أنا بدي أختلف مع الآباء وأقول أن المتقدم للاعتراف يتقدم من قوة وليس من ضعف. نعم. والدليل على ذلك بولس الرسول عندما يقول أنا قوي بالذي يقويني. نعم. ما معنى أنا قوي بالذي يقويني؟ أي أنني عندما أعترف للسيد المسيح أقول هل لك أن تسامحني أيها الإله؟ نعم. السيد المسيح في البستان ليلة الحزن يعني عندما بكى. نعم. لماذا بكى؟ قال يا رب إن استطعت أن تجوز عني هذه الكأس. نعم. أليس اعتراف لأبيه بأني أنا أيضا مثل بقية الناس مع الاحتفاظ طبعا بالإلهية. نعم. هذه نقطة. النقطة الثانية, من هو الذي يتقدم للاعتراف؟ من هو؟ أهو المخطئ فقط أم أن كل الناس أو غير مخطئ يجب أن يتقدم للاعتراف؟ نعم. هو يتقدم للإله, لا يتقدم لإنسان ثاني. علشان هيك يعني مش ضروري إنه الإنسان يخجل من إني أقول خطاياه. يعني أنت مع الدكتور مع الاعتراف أمام الكاهن, بس لكن بصفة الكهنوتية, لكن بصفة الروح القدس المعطى من العلا هو اللي بيعترف أمامه, وليس إنه بصفة بشرية الكاهن أمامه بيكون. علشان هيك مش لازم يخجل يعني. نعم نعم, نعم. ما بنختلف معك دكتور, بالعكس. نعم بالعكس. نعم نحن هذا السبب من حلقتنا دكتور, انه نزيل هذا الشعور في الخجل, او انه انا ضعف. اعترف قدام كاهن ويفشي اسراري, يعرف عني, انزل من عينه, ياخذ عني فكره غلط الى اخره. واخيرا من هو الذي يعترف؟ من هو الذي يعترف؟ كل انسان مؤمن بالله ويسوع المسيح يعني ملزم بالاعتراف قلما يكون مرة واحدة في السنة. نعم, زي ما بحكي التعليم المسيحي يعني يعترف بخطايا. الناس بتعترف كل أسبوع, كل نهار أحد, حتى في بعض الكهنة يعني يستاءوا من الأشخاص اللي بيعترفوا كل أسبوع. بدي أروح أعترف, يا زلمة شو عامل أنت؟ بتصيروا يقولوا له خلص ما فيش ضرورة. بس لكن الاعتراف هو اللي بيعطيك الشعور بالراحة والشعور بالثقة والسلام الداخلي. خليني أقول الكلمة, ليس من إنسان وجد على الأرض غير مخطئ إلا السيد المسيح. طبعاً. فقط هو إنسان واحد الذي وجد لا يخطئ, والبقية كلهم أخطأوا. الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله الكتاب. نعم. إلى أي إنسان فعلا. ولذلك من هو اللي بيعترف؟ يجب ان يعترف الجميع لازم يعترف, غير مخطئين. صح. نعم. شكرا لك يا دكتور, شكرا لهذه الاضافه, وصباحك نور يا رب. شكرا لك. شكرا. الله يسعدك يا رب. الجميع ملزم وليس انه اشي هذا يعني اوبشن, انه اختياري. اختياري. حابب ما حابب, انا ما اخطأت, شو عم عملت يعني؟ شو الخطايا اللي علي علشان اعترف فيها؟
كل إنسان مخطئ، ومثل ما قال 7 مرات 70 مرة، يعني نعم. هذا الشخص العادي اللي بيعتبر حاله قديس بقول لك أخطأ 7 مرات نعم. 70 مرة. لذلك الكنيسة صنفت الخطايا بين خطايا مميتة وخطايا عرضية. الكذب، النميمة، كلها خطايا عرضية هاي، بينما ضد الوصايا العشرة القتل والزنا وكل أي وصية تخالف الوصية العشرة تصنف هي من المميتة. يعني إذا هنا الإجبار أيضا، يعني أنك أنت مجبر تعترف فيها، وإلا إذا متت وإنت حامل هاي الخطية يعني وضعك صعب. يعني أبونا أنا برأيي إنه الخطيئة خطيئة كبيرة صغيرة، الخطية خطيئة، يعني اللي بيسرق رغيف خبز ولا اللي بيسرق ملايين ما بعرف. أنا بختلف معك، أنا بختلف معك. سرقة يعني اللي بيسرق رغيف الخبز هذا فعل سرقة، يعني بغض النظر عن الأسباب والحاجة إلى عمل هذه الخطيئة، فالحساب برأيي بيكون حساب إنه صار رحمة ربنا كبيرة. فلكن رحمة ربنا كبيرة، ممكن إنه الإنسان يعترف بسرقة الخبزة أو رغيف الخبز ويبرر، لكن لا، ما في مبررات لعمل الخطيئة. أنا مش مع المبررات إنه لأنه أنا جوعان ما عنديش أكل للأولاد سرقت عملت فعل خاطئ، أنا كانت حماتي هي اللي عصبتني عشان هيك سبيت عليها مثلا، كان أبوي جنني إلى آخره، أنا ما طعته، لازم نعلق شماعة نعلق عليها يعني لازم. فعند الكاهن هاي الأمور اللي هي الأسباب الموجبة للخطيئة اللي عملتها أنت تعطي مبررات، ما في مبرر تحكي قدام الكاهن، بدك تعترف بخطيتك أنت، أنا أخطأت، أنا سبيت، أنا لعنت، أنا حلفت بالباطل، أنا سرقت، أنا زنيت، أنا بحضرش القداس، بعترفش، ما اعترفتش صار لي 10 سنين. نعم. يعني في خطايا كمان بالفكر كمان يمكن ما تتطبق، ما قدرت أعملها بفكر أقتله بس ما طلع بإيدي. اشتهى المقتنى غيرك بالضبط. اشتهى امرأة غيرك، شهادة الزور. في كهنة من بعض الكهنة عشان يخففوا على الناس انهم يجوا على كرسي الاعتراف ويجوا يعترفوا، كانوا يحطوا الخطايا على ارقام، وفي ورقة تكون هيك كرتونة كل خطية بتطلع عليها الخاطئ وبيحكي لأبونا، أبونا أنا أخطأت برقم 4. زي ضع إشارة صح. نعم أنا أبونا بتطلع الخوري على رقم 4 بلاقيها خطيئة وهيك، فمن خجله هذا الشخص مش قادر يطلع اسم الخطيئة فبعطيها أرقام. فهذا بعض الكهنة خففت على الناس إنه رقم 4 عشان ينالوا الحلة، وهي مش غلط، يعني أنا بعتبر هاي المساعدة المساعدة للشخص يجي يعترف. أول على آخر الكنيسة بدها كل الناس تيجي تكون تعترف بخطاياها، تعيش بهذا السلام. إحنا حكينا كيف أعيش السلام الحلقة الماضية، وذكرنا أنه من أهم أركان العيش بسلام أني أكون أنا متصالح مع نفسي ومتصالح مع ربنا، أنه إيماني بالسيد المسيح وتعاليمه وكتبه وطاعته، والطاعة تأتي أيضا من سر الاعتراف اللي رسم لنا، وهذه رحمة لإلنا إنه ربنا أعطانا هذا الاعتراف وإحنا ما نقبله، نقول له لا هذا السر خليه إحنا. نعم. أنا بيني وبينك بصطفل يا رب. نعم. ما بديش أنا أعترف قدام الكاهن. طب الأمثلة اللي أعطت الولد الشاطر، الابن الشاطر، الولد الشاطر، الابن الشاطر مثلا عودته بهذا المثل، خذ الروح القدس، معطى الأشخاص اللي بتعطي الحل من الخطيئة معطيين الروح القدس، معطيين سلطان. هل أنت تتعترف بينك وبين ربنا؟ عندك هذا السلطان زي ما أعطي للكاهن؟ فإحنا معنا اتصال، بدناش نطول على ضيوفنا. صباحكم نور. صباحك نور، أبونا نايف سمعان من الجمعية البوليسية. شكرا شكرا. صباحك نور أبونا الحبيب. بأم من لبنان، الآن أنت مقيم بلبنان ولا بسوريا أبونا؟ بحريصة، لا رجعت من سوريا، أنا موجود بحريصة. نيالك اصطدمت يوم من الأيام أبونا جورج. يا بنتشرف حبيبي، السلام المسيح معك يا أبونا، وإحنا شاكرين اتصالك اليوم وإنك تكون حاضر معنا ببرنامجنا الصباحي. صباحكم نور. أنا بشكركم جدا عم تفكروا فينا بهذا الموضوع، لأنه نحن نحب كمان نوصل رسالة كتير حلوة بكل المواضيع الروحية للمؤمنين،
لحتى نتشارك مع بعضنا البعض ونزرع الفرح والاستقامة الحياتية الروحانية بحياتنا لحتى نوصل للرب. آمين آمين يا رب. تفضل أبونا. تفضل أبونا. على سر الاعتراف والتوبة، هناك دائما لغط بهذا الموضوع وعدم الاقتناع به، فكيف نقنع المستمع بهذا السر؟ أنا سمعتك عم تحكي هلأ أشياء كتير حلوة، يعني هيدي لب الحياة المسيحية حقيقة. وفي تساؤلات كتير اليوم عن التوبة والاعتراف، ومثل ما عم نلاحظ أنه عم بتخف كتير من الكنيسة ومن بين المؤمنين شيء اسمه التوبة والاعتراف، حتى ألغيت كراسي الاعتراف من الكنيسة للأسف انقطع الاتصال. نرجع لأبونا نايب سمعان وهو من الجمعية البوليسية. قبل ما يرجعوا الشباب للاتصال مع أبونا نايب سمعان، رجع الاتصال. نعم تفضل أبونا نايب. أنا منعتذر، الاتصال كان الخط مشوش. فعندنا هون التليفون شوي تعبان. ايه كنا عم نحكي انه كتير مرات منفوت على الكنايس او منسمع المؤمنين انه سر الاعتراف كأنه صار شيء مثل اشياء من الماضي وعم بيزول شوي شوي. نعم. من فكر المؤمنين حتى. نعم. وهذا للأسف هذا شيء غلط كتير، لانه سر هو من الاسرار التي تعتمده الكنيسة من اجل بنيان حياة الانسان روحيا للوصول الى الله تعالى. ما حدا بيوصل الى الله وهو مليان شر بحياته، فالشر هيدا اكبر نعمة عطانا اياها الرب يسوع انه نقدر نطهر داخلنا مثل ما منغسل الخارج تبعنا لحتى نعكس الصورة الخارجية الجميلة على الداخل تبعنا اذا كان الداخل مش منيح. فربنا عطانا سر التوبة والاعتراف، وليس فقط الاعتراف، لانه التوبة والاعتراف هما شيئان متلازمان ما بنقدر نفصلهم عن بعضهم. في كتير مرات نحن بنقدر نعترف بإشياء كتيرة، ولكن الاعتراف بيكون اعتراف سطحي، اعتراف شعبي، مثل انه انا غلطت روح اعتذر منه قل له انا اسف لحتى تنحل القصة، بروح بقول له انا بعتذر. هالاعتذار هذا هو اعتراف بالغلط يلي انا ارتكبته. ولكن بحياته الروحية هناك اعتراف بشكل سري بشكل أسراري تعتمده الكنيسة، هي أن يعود الإنسان إلى ذاته بالأول ويقوم بفحص ضمير عما اقترفه من إشياء تجاه الآخر، ويذهب إلى الكاهن من أجل نيل مغفرة الخطايا من الله، لأنه الكاهن أو الكنيسة هي الواسطة بين المؤمن وبين الله تعالى. لهيك سر الاعتراف ضروري أنا برأيي. ولما الإنسان بيعترف بيعبر عن أكبر فعل تواضع، لأنه الإقرار بالضعف هو بداية قداسة. لما الإنسان بيعترف بضعفه عم بيحط حاله على طريق القداسة، لأنه الخط الأول للبعد عن القداسة هي الكبرياء والعظمة، انه انا انسان ما بغلط، انا انسان ما غلط بحقك، انا انسان عظيم، انا انسان بصلي، ليش بدي اغلط اذا انا انسان بصلي؟ مع ان اللي بيصلوا كتير يمكن بيغلطوا اكتر. لهيك صار فيه بالكنيسة كتير مرات شذوذ بهذا الموضوع، عم نتحمل نحن نتيجته هلأ. ولكن المؤمن يجب ان لا يقتدي بانسان خاطئ، يجب ان يقتدي بانسان قديس ماشي على طريق القداسي. وأكبر مثال حضرتك كنت عم تحكي، ما بعرف أنت أو حدا تاني، عن الابن الشاطر. نعم. يلي هو المثال الأوضح بالعهد الجديد عن التوبة وعن الاعتراف. نعم. ما رجع لعند بيه واعترف بضعفه إلا لما عمل فحص ضمير، وهالفحص ضمير هذا هو التوبة. نعم. تاب عن خطيته وقال أنا ما عاد أرجع أمشي بهذا الطريق، بدي روح قل له لبي أنا غلطت بحقك. والغلط بيصير كتير مرات تجاه النفس، تجاه الإنسان ذاته، وبيصير تجاه الآخر، وبيصير تجاه الله. لهيك الاعتراف عنده عدة أوجه، والمغفرة إلى عدة أوجه. ما بنقدر نحطهم كلهم بخانة واحدة.
أنا أخطئ تجاه ذاتي وأقر تجاه ذاتي أني أنا أخطأت عندما أبعد ذاتي عن طريق القداسي. حلو. وأخطئ تجاه الإنسان الآخر عندما أشوه صورة الله الموجود فيه من خلال تصرفي أنا الخاطئ. زعزعله حياته. نعم صحيح. وأخطئ تجاه الله عندما أضع نفسي أنا التي خلقت على صورة الله أضعها على صورة الأرض. نعم. يعني عم شوه صورة الله بحياتي، بكون عم بخطي تجاه الله تعالى. لهيك أنا بقول صورة الابن الشاطب إذا حدا تأملها وشافها بيلاقي فيها حاله هو كل إنسان. فعلا. وما حدا يقول إنه أنا ما بغلط، كل الناس بتغلط، ويلي بيشوف حاله كتير ضعيف هو ماشي أكثر نحو طريق القداسي والاعتراف. شيء سامي وشيء يعتمد أول شيء على فكرة التواضع، لأنه حتى أنا أجي أركع قدام الكاهن وقل له أنا عملت 1، 2، 3 من الخطايا، هيدي بتكلفني كتير. بس للأسف في كتير مؤمنين ما عم بيلاقوا كهني كفؤ لحتى يقدروا يسلمون أسرارهم، وهيدي مشكلة بالإنسان، لأنه كمان الكاهن هو إنسان يخطئ كما يخطئ الإنسان العلماني. فأنا أعترف ككاهن والعلماني يعترف كعلماني، والمطران يعترف كمطران، كأسقف كراعي، كلنا نخطئ وكلنا يجب علينا أن نعترف بضعفنا أمام الله. نعم. أبونا الحبيب، بلشت صلاة البركليسي تكريما لأمنا العذراء قبل عيد الانتقال، فبلشتوا أنتوا ماشيين بتقويمنا؟ بلشنا ايه طبعا، نحن بلشنا امبارحة اول يوم، صلينا على الساعة 6:15. اذا تحبوا تجوا تصلوا معنا. يلا اهلا وسهلا فيكم. تمام. ابونا الدكتورة حابة تسمع اشي للعذراء منا حضرتك. منرتل ترتيل صغيري على السريع. نعم، نعرفك انك انت مرنم وصوتك جميل وإلك يعني ترانيم جميلة على يوتيوب. فهيك نكسبك بترنيمة جميلة. منرتل ترتيل صغيري للعذراء، منرتلها نحن بصلاة البركليسي. خلصي عبيدك من المخاطر. حلو، تفضل أبونا. لأنه اليوم كل الدنيا مخاطر، وكل العالم أكيد عايش بخطر، أكيد بجو حروب وجو ألم وتعتير. فبركي هيك نعمة ربنا بواسطة بشفاعة أم مريم هيك يستمطر علينا شيء إنبلي ذرية مليان حب وسلام حتى تتفجر بقلوب هالرؤساء الكبار لحتى يقدروا يزرعوا ويقودوا العالم إلى طريق الخلاص. أمين. خلصي عبيدك من المخاطر يا والدة الإله، لأننا كلنا إليك بعد الله نلتجي، كأنما إلى سور مانيع ونصيرا. انظري بعطف يا والدة الإله الجديرة بكل مديح إلى سقم جسد العضال، واشفي وجع نفسي. سلم هالصوت يا أبونا. حتى بتراتيلنا منطلب من الرب ومن العذراء يشفولنا وجعنا النفسي، الوجع النفسي يلي هو الخطية اللي نحن بنرتكبها. نعم. يا الله حبيب. أمين يا رب. وأبونا احنا كتير كتير شاكرين حضورك وكونك معنا هذا الصباح، ونشكر هذه الهدية الترنيم التي أتحفتنا بها. ربنا يبارك حياتك وأيضا خدمتك ورسالتك أينما كنت، وصلواتك لإلنا يا أبونا. وأنت تعرف يعني إحنا كمان بكل المناطق إحنا في عنا هالألم وفي عنا هالوجع وعنا هالتحديات الحياتية اللي عم نعيشها يوميا، فكلنا منصلي مع بعض ونرحم بعض ولأجل بعض. فصلاتك معنا أبونا. كلياتنا عم نعاني من ذات الموضوع
وربنا يلتفت علينا نظرة واحدة لحتى خلصنا جميعا من هذا الموضوع. وأنا بدي أقول للمشاهدين إنه ما حدا يخجل من شيء اسمه اعتراف قدام الكاهن. لأنه إذا خجل من الاعتراف مثل واحد عم يخجل يكشف مرض معيب فيه قدام الدكتور طبيب. وبالتالي قدام الطبيب وبالتالي يموت في مرضه. وهو بعده فتي بعده شاب. لا، بشوف مرضك ولو كان بمحل حساس بجسمك، قل له أنا هون عم يوجعني لحتى يداويك وتستمر حياتك. كمان الاعتراف ذات الشيء، ما تخجل تبوح بخطاياك قدام كاهن قد يكون هو أكثر خطيئة منك أيها المؤمن. كلنا خطأ. وأنا بس وجه الناس للاعتراف، قلن أنا أول واحد وأكثر واحد بخطي بيناتكم، فما تخافوا من الخطية، خافوا أنكم تستمروا بالخطية. لأن الخطية من عيب علينا، العيب أنه نستمر فيها إذا أدركناها بحياتنا. حلو حلو جميل أبونا، جميل جدا ما تفوت به الله. ربنا يبارك حياتك. شكرا يا أبونا. مرسي دكتورة، مرسي أبونا جورج، خلينا إياكم إن شاء الله. وإن شاء الله منشوفكم قريبا عنا في الأردن يا أبونا. تعالوا لعنا، نحن عنا رسامة مطران لمصر هلأ الشهر الجاي، تعالوا حضروا معنا رسامة المطران إن شاء الله منتشرف يا أبونا. متبارك ببعض وبتزورونا هم بحريصة، اكتبوا عنا إن شاء الله. إن شاء الله، أهلا وسهلا فيكم حبيبي أبونا. شكرا لك وصباحك نور أبونا. يسوع يبارك الجميع. شكرا. بنرجع بنتكلم طبعا على موضوع التوبة والاعتراف، لكن بنشكر كل الأشخاص المتابعين على صفحتنا على نورسات جوردن. من قولة ماجدة البير: صباح البركة، قبل الاعتراف يأتي الندم والاعتذار والتوبة والوعد بعدم الرجوع إلى الخطايا ويعده، بعدها نقوم لمشاركة الابن الشاطر الفرح والسلام في حضن الآب أبونا. شكرا يا ماجدة على هذا، هاي المداخلة. وأمل السلمان: صباحك نور، ربنا يباركك والعذراء تباركك. إيفون حتر إنفادي: صباحك نور. ونهيل الصفدي خوري: صباح الخير، الرب يبارك حياتكم. وأيضا ميري النبر: رب يمنحكم الحكمة والقداسة والتواصل مع الرب يسوع لنشر كلمة الإنجيل المسموعة. ويسعد صباحك يا ميمي بوشة ورنا قلنزي وأم عادل النمري: صباحكم نور، توبوا فقد اقترب ملكوت الله. آمين يا أخت أم عادل. ورنا قلنزي: ارحمني يا رب أنا الخاطئ. نعم، هذه الجملة التي نستهل فيها السر الاعتراف أو التوبة، منقول ارحمني يا رب فإني الخاطئ، إنه نعترف إنه نحن خطأ وإن قمنا بعمل يغضب ربنا. جورج سروجي ونهيل الصفدي. عبين ما الشباب يحضرونا الآن الاتصال مع الأب الدكتور فارس خليفات المخلصي، مثل ما حكينا في عنا تقرير عن بطركية القدس، بطركية القدس الأورشليمية للكنيسة اللاتينية، طبعا صار لها على تأسيسها 175 عاما، وهي 175 عاما ليس بالقليل. فهناك عدد، فهناك تقرير مصور قامت به البطركية، منحب انكم تشاهدون نشارككم فيه. فإلى هناك. It was Pope Pius IX who decided to re-establish the Latin Patriarchate of Jerusalem in 1847 on July 23rd after more than 500 years without a Latin Patriarch living in the Holy Land. Less than 3 months later, on October 3, 1847, Giuseppe Valerga was appointed Latin Patriarch of Jerusalem and consecrated on October 10th in Rome. After his appointment, Valerga focused mainly on one thing, establishing missions. After founding a seminary in Jerusalem in 1852, he sent missionaries all over the Holy Land with one task in mind, to found parishes, churches and schools, wherever they could. Slowly, churches were built, schools were opened, faithful began to come, and so the Latin Patriarchate of Jerusalem was revived. Vocations poured in from everywhere, and thanks to the priests, sisters, and religious, many initiatives, whether pastoral, spiritual, or social, could be set up.
Christian feasts were celebrated in all parishes, and the great solemnities drew crowds to Jerusalem. During Patriarch Bracco's time were established the Rosary Sisters, the oldest female Catholic Christian congregation in the Arab East. Active all over the Holy Land, they were tasked with the training and teaching of girls. Today, they can be found in parishes, schools, and many Christian institutions. The Latin Patriarchate also worked hand in hand with the custody, who has been in charge of guarding and looking after the holy places for more than 800 years. Despite the wars that torn the country apart multiple times, the Latin Patriarchate continued to act to support the Christian presence in the Holy Land. Its work has been supported, ever since 1847, by the Knights and Dames of the Holy Sepulchre, who also contribute to the Mother Church, both spiritually and financially, through prayers, donations, and pilgrimages. Summing up 175 years of existence, only through a brief historical and work overview would not be reflecting the spirit of the Church of Jerusalem, however, as the Holy Land is also the land of the living stones, without whom nothing could have been achieved. It is the land of the religious, of patriarchs, bishops, and vicars, who, throughout the decades, contributed to build what is today known as the Latin Patriarchate of Jerusalem. It is also the land of priests, of monks and friars, of sisters, of seminarians. Their looks and habits may have changed in 175 years, but their spirit remains the same. It is, first and foremost, the land of the people, of Christians, of our faithful, who, from the first mission of Bejala to the Holy Sepulchre of today, make the stones of the Church of Jerusalem. بعتقد انه هالتقرير المصور واللي عملته البطريركية اللاتينية بمناسبة مرور 175 سنة على إعادة تأسيسها، فنقولهم يعطيكم العافية. البطريركية إلها طبعا بصمات واضحة وجلية للعيان بكل مكان، من خلال مؤسساتها، مستشفياتها، مستوصفاتها، أعمالها الإنسانية، ومن خلال أيضا مدارسها ورعاياها وأبرشياتها وكنائسها المنتشرة بكل مكان. فنتمنى المزيد من العطاء والتميز، والمزيد أيضا من كهنة عين كهنة يخدمون هذه الأبرشيات، لأنه صار العدد يقل من الكهنة أو الشباب اللي بروحوا كهنة يخدموا أو الدعوات. فبدناش نطول على أبونا الدكتور فارس خليفات المخلصي، وهو رئيس الكليريكية المخلصي ورئيس دير المخلص الثانوية في صيدا، بنقول له صباحك نور أبونا. صباح الدكتور النور. صباح النور. صباح النور، الله يخليكم. خلينا إياك أبونا، شكرا للاستضافة. الله يخليك أبتي، الله يخليك والله يقويك، يعني عمل جبار عم تعملوه، وإن شاء الله دائما إلى الأمام مع مزيد من الازدهار. شكرا لك أبونا. أبونا، موضوع التوبة والاعتراف هذا موضوع يؤرق المؤمن فلا يعيش. كنا بحلقتنا الماضية نقول عن السلام والسلام الداخلي، كيف أشعر فيه، كيف أعيشه، وواحد من أركان العيش السلام أو الشعور بالسلام اللي هو الإيمان بالله وطاعته، من خلال طاعة وصاياه وطاعة أسراره. فمن أول سر من الأسرار لعيش السلام التوبة والاعتراف، فماذا تقول في هذا السر؟ بهذا السر إذا بدنا نحكي، بالأول خلينا، أنا بفضل نحكي بمخاوف أو ليش هالشاب بتردد دايما من الاعتراف. نعم. وخلينا بعدين نفوت على أهمية هالسر. بواقع الشباب اليوم مع كل هذا الشيء عم نشوفه برعايانا. نعم. انه ليش انا بدي اعترف؟ ما انا في اعترف مني لربي مباشره، والله بي والله بيقبل هالاعتراف مباشره مني. وبجوز انا بقولهم هذا من وراء الخشبوشيه اللي صارت بيننا وبين الله، ما عاد في عندنا هالاداه الالهيه اللي بتخوف او اللي ما تكون اداه رهيبه. أنا ابن والله بي، فخلص البي دايما حنون والبي بيسامح وبغفر.
صارت تفوت هالافكار على هالشبيبه، ونشوف حتى صار اضعف سر هو للممارسه هو سر الاعتراف. بكثير من الاحوال لما بنعمل تعمل توعيه وبتعمل تنشيط، الشبيبه عطشانه وبتقبل اي فكره جديده، بس بدك تعرف توصليها، وساعتها بنرجع وبنشوف بنهايه كل عمل رسولي عم نعمله انه في زياده بعدد الاشخاص المعترفين. إذا بنأخذ أهمية سر الاعتراف، ما فينا نقول إنه هو سر حديث. هل السر هو أسسه يسوع المسيح؟ إن شئنا أم أبينا هو سر قديم، له أكيد شروطه، لكن من أهم هالشروط إنه الإنسان يعترف بالبداية بينه وبين حاله إنه أنا أخطأت أمام الله، أمام الآخرين، وقدام هالشخص اللي عنده هالسلطان إنه يغفر الخطايا. وإذا بنرجع للكتاب المقدس ما بنلاحظ إنه حتى يسوع المسيح بإنجيل متى 16-19 أعطى للكاهن سلطان الحل والربط. إذا بدنا نفوت أكثر كمان شفت سر الاعتراف أو كيف مورس بالعهد القديم، فينا نأخذ توبة الإسرائيليين من قضاء ب10-15-16 لما قال بنو إسرائيل للرب أخطأنا فافعل بنا كل ما يحسن في عينيك. نعم. إذا منلاحظ في عنا توبة منسى الملك كمان عنا بالشريعة، الله أمر الرب الاعتراف بالخطيئة، كيفية تقديم الذبيحة قبل ما تقدم ذبيحتك، إذا تذكرت إنه خيك إله شيء عليك اترك القربان وروح صالح خيك. نعم. بمعنى اعترف وبعدين تعال تقدم إلى القربان. نعم. مضبوط. عنا اعتراف شاول كمان لملك صموئيل. نعم. عندنا اعتراف داود النبي. في عندنا كثير من الأدلة بالكتاب المقدس بالعهد القديم حول أهمية وضرورة سر الاعتراف. نعم. إذا بدنا ننتقل من العهد القديم للعهد الجديد، كمان بنشوف في عندنا تسليم سلطان الحل ومغفرة الخطايا للتلاميذ بالدرجة الأولى، ومن التلاميذ بلشت تنتقل لممثليهم اللي هم الكهنة على الأرض. نعم. عندنا كمان لما كرر الرب هالوعد للتلاميذ بالبداية قال له لبطرس أنت كنيستي وأبواب الجحيم لم تقوى، أو أنت الصخرة وعلى الصخرة سأبني كنيستي، أبواب الجحيم لم تقوى عليها، أعطيك مفتاح ملكوت السماوات وكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء إلى آخره. نعم. بدنا نأخذ أكثر في عنا أيضا وعد الرب للتلاميذ بعد القيامة. نعم. لما قالهم نفخ فيهم وقالهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له ومن امسكتم خطاياه امسكت عليه. نعم. اذا بدنا نشوف انه بالعهدين القديم او الجديد بنلاحظ انه حتى السيد المسيح حط اهميه كبيره لهالسر. نعم. لحتى بس يذكرنا انه دائما احنا ابناء. حلو. انه انا بدي اياك ابن نظيف خالي من كل هالشوائب، خالي من هالخطايا، مثل ما كنت بردائك الأبيض بالمعمودية بدي إياك تضل بها الرداء الأبيض ساطع ونقي لحتى تكون فعلا مثال للآخرين بحياتك بتصرفاتك. حلو جميل أبونا، كلام جميل يعني أبيكي، خاصة هذه الشواهد اللي جبتها من الكتاب المقدس. ونحن الأيامات هذه رسالة اللي بوجهها الكهنة للشباب اللي بيمتنعوا أو بيستحوا أو بيخجلوا من هذا الاعتراف، من سر التوبة والاعتراف اللي هو سر ضروري جدا لعيش السلام، ضروري جدا للمصالحة والتقرب من الله. أنا بشكرك أبونا على هذا الكلام وعلى الاستضافة، وإن شاء الله إنه بنتواجد أو بتكون معنا بحلقات أخرى أيضا للحديث مجددا على مواضيع أخرى روحية لاهوتية، ومنحب نشوفك أيضا كمان عندنا في الأردن إن شاء الله. إن شاء الله. وخليني أضيف لك شغلة بهذا. نعم. لفتني انتباهي عليه لما قلتي إنه الشبيبة بتخاف. نعم. من الاعتراف، هو صحيح، لكن إذا بنرجع لكل شاب بينه وبين ذاته يفكر بموضوع الاعتراف، أنا لما عملت خطيتي عملتها بشكل خليني أقول الإنسان المتعجرف، وعملتها وأنا بعرف إنه كيف كنا تربينا تربية مسيحية وكنا عنا عائلات ربونا على أسس وعلى الوصايا، لكن بظروف الحياة عم نخطي. نعم. لحتى يقدر يكسر هالشعور بالخطيئة أو يشعر بالذنب إذا بدك، لابد أنه يكون قدام شخص آخر
الاعتراف مع شخص آخر بيخلي صحيح الإنسان أنه يخجل شوي من خطيته، ولكن عندنا الإيمان أنه هالكتمان بسر الاعتراف. وبتعرفي أنت قديش في أشخاص وكهنة وصلوا للمحاكم ولحبل المشنقة لأنه بيعرفوا حقائق بالاعتراف وما أضطروا فيها وظلوا كاتمين لها السر. فاعتراف الإنسان لإنسان ضمن هالسر الإلهي نوعا ما بيعمل كمان رادع عند الإنسان أنه أنا ما بدي عيد خطيتي حتى ظل هالابن الحنون. نعم. شكرا أبونا، للأسف داهمنا الوقت. أنا بشكرك أبونا، لكن بيروت الآن داهمنا الوقت، فنحن بنشكرك مرة ثانية ونقول لك صباحك نور. على وعد أنك بس تيجي عمان تكون ضيف بالاستديو عنا. أكيد. إلي الشرف، إلي الشرف. الله يسعدك. الله يقوي. صلي لنا يا أبونا، صلي لنا. شكرا. شكرا يا أبونا، شكرا. أهلا أهلا أهلا. أهلا دكتورة معك. طبعا نحن داهمنا الوقت، بس بشكر كل الأشخاص اللي كانت على المباشر وكل الأشخاص اللي بعثوا لنا بصباحاتهم اللي تابعونا على صفحتنا. نطلب من الأبونا يعطينا البركة الختامية، وأنا بتمنى إنه هذه الحلقة تكون قد استفدتم منها. أنا مش رايحة أقولكم يلا ركضوا على كراسي الاعتراف، أنا أتمنى أن لا نقوم في خطيئة نضطر نعترف فيها، لكن إن أردت أن تعيش السلام والسلام الداخلي وتشعر فيه عليك في التوبة ومن ثم الاعتراف. أهم شيء زي ما حكينا التوبة، نتوب عن خطايانا ونوعد ربنا عدم الرجوع إليها، ومن ثم الاعتراف، وهذه أحد أركان المهمة في عيش السلام والطمأنينة في داخلنا. أبونا نعطي البركة وننطلب أنهي بكلمتين. السلام. نعم نسيح. أنهي بكلمتين، لما تخجل من خطيئتك اخجل قبل فعلها وليس بعد فعلها. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشوكة الروح القدس معكم جميعا، اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله، إلى اللقاء، صباحكم نور. أعجوبة ليلي لوميير مستمرة، مستمرة فيكم، مستمرة إلكم ولولادكم من بعدكم، ولولاد ولادكم وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي رنم صلواتي ليل ومير، محبة وخير.